أنا ببتكد سد النهضة فرصة لو صلحت النوايا، فرصة كبيرة جدا جدا، لأنه يحل كثير من المشاكل التي تواجه الزراعة المروية في السودان. أولا تقليل كمية الإطماء، لأنه يحجز تقريبا كل الطمي الزاحف، ودي ظهرت في السنتين الملأ الأول والملأ الثاني التم في السنتين الفاتو، إنه كمية الإطماء اللي حصلت أقل كثير جدا جدا، سواء كان في الخزانات أو في القنوات عن السنوات الفاتت. الحاجة الثانية إنه بينظم جريان النهر، وبالتالي بيمكن وجود المياه طوال العام، طوال العام في كل القنوات. طيب تأثيره على كمية المياه على السدود السودانية، طيب سد الرصيرس مثلا، ما مثلا الإطماء في سد الرصيرس ممكن يكون حيكون بسيط جدا جدا بالنسبة للإطماء السنوي، حيكون بسيط جدا مقارنة مع الإطماء اللي بيحصل قبل سد النهضة. الحاجة الثانية، سدود السودان صغيرة جدا مقارنة مع سد النهضة، فسد النهضة هو بيمثل السد العالي بالنسبة للسودان، لأنه هو قريب من الحدود السودانية، وهو لا يستهلك المياه، هو يستخدم المياه للتوليد الكهربائي المائي فقط. أثيوبيا لا تستفيد من قطرة من المياه التي تحجز في سد النهضة، كل المياه التي تحجز في سد النهضة هي من مصلحة السودان ومن مصلحة مصر، في أنها تأتي منتظمة وبدل أن تكون في فترة الفيضان فقط. الحاجة بيمكن الناس من أن يتوسعوا في الزراعة بالطلمبات،